دكتور بادي عرضوان، طبيب أسنان، عضو بالمجلس الجهوي الجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية. المغزى من هذا اللقاء الصحفي اليوم هو التعريف بالظاهرة، ظاهرة خطيرة اللي كتمس الصحة العامة، وهي ظاهرة الممارسة الغير شرعية لطب الأسنان. كما كنعرفوا أنه العدد ديال هذه المحلات في واحد الازدياد، ما نقدروا نقولوا في واحد الانفجار، أنه العدد ديالهم كثر وكثر بزاف وأمام أعين السلطات. ولهذا اللقاء الصحفي المغزى منه هو تنوير الرأي العام عبر الإعلام، وبعث رسالة للسلطات المحلية أنه تقوم بالدور ديالها. هو فعلا كنشكروها في العديد من المراسلات أنها تقوم بالدور ديالها إيجابي، ولكن هذا الشيء لحد الآن ما كيحد من هذه الظاهرة. في هذه المنظومة الصحية ديال طب الأسنان كاين قطاعين، كاين قطاع صناعة رمامة الأسنان وما يطلق عليه بلي بروتيزيس، وكاين قطاع ديال طب الأسنان اللي كاين فيه العلاجات، طب ديال طب الأسنان، جراحة. دونك كاين قطاعين في هذه المنظومة، ما كاينش شي قطاع ثالث. أما أي واحد دار كابيني دونتير، كابيني دونتير خص يكون طبيب، طبيب مرخص له من طرف الهيئة. ونقدر نزيدك أكثر من ذلك، أنه واخا يكون طبيب وغير مرخص من طبيبة من الهيئة، راه ما عندوش الحق يمارس طب الأسنان، وكيتسمى حتى هو طبيب غير شرعي ولا لطب الأسنان، ويتم المتابعة ديالو كأي ممارس غير شرعي. كما قلت لك الحمد لله، إلا هضرنا نسبيا كاين العدد من الشكاوي اللي كتلقى أذان صاغية وانك تجاوب معها بإيجابية، وكاين أحكام قضائية اللي تصدرت ضد هاد الصناع هادو، كاين سميتو بما فيهم دعائر، في بما فيهم حبس غير نافذ وتا الحبس نافذ، أنه كاين واحد استجابة. هذا هو اللي بغيت نقول، أنه مالو للأسف أنه هاد العقوبات كتبقى غير رادعة، بحيث أنه الممارسين العدد ديالهم كيتزاد، يزيد واحد زعما واحد الازدياد مهول، وبح انه واخا كاين اللي كيتحكم عليه انه بمده سجنيه نافذه او غير نافذه، كيكمل العقوبه ديالو كيعاود يرجع. الخطوره ديال هذه الممارسه الغير المشروعه لطب الاسنان كتجلى في عدد ديال الشكايات اللي كيجيو عندنا، عدد الشكايات اللي في المحاكم، الاضرار الناجمه عن هذه الممارسه الغير المشروعه لطب الاسنان كنشوفوها عندنا هنايا في المقر ديال الاسنان، عندنا عده شكايات تريدنا، وان الاضرار اضرار كبيره، وخص السلطات المحليه انها تحرك باش دير حد لهاد الآفة هذه اللي كتضرب الصحة العامة. بيان سور كاين تعفو، نقدر نجيب لك شي فوتو. الأضرار الناجمة عند هاد الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان هي أضرار كثيرة، ويقدر تقدر تدير غير زيارة لكل طب الأسنان. هما راه بحيث كاينين دي تيز اللي داروا تما كتعطي الاحصائيات والاضرار الناجمه على هذه الممارسه الغير مشروعه لطب الاسنان، وفيها كاين تقيحات، كاين قصور، كاين تعفنات، كاين حالات اللي وصلت انه الموت. نعطي ليكزومبل انه الضحيه ديال ودلو، الضحيه ديال اكادير، مواطن مهاجر بالديار الامريكيه، انه جا هنايا وكان توفى في محل لممارس غير شرعي لطب الاسنان. دونك هناك حالات خطيره، وخطيره بزاف، اللي خص دار لها حد.